شنو رايك في اسامه كوبنهاغن اللي مشى لطاليان في هذاك البرنامج بدا كاين في المغاربه وفي المغرب؟ ايوا هي دار هذاك اللي كيتمدوا لي كيتصنتوا لهذاك المعيار ديالو وهما قاعد كيبداو يضحكوا عليه كيقول لي بعدا معروف في المغرب بالكرامه. سمعتي واش كاين شي واحد كياكل مره في النهار؟ كاين الفطور كاين الغداء كاين العشاء وكاين شي بركه كتبقى مخليه العقوب الليل حتى عارف راسك ما غاتنعس حتى الربعه الصباح كتاكل خمسه الخطرات في النهار. انا عود بالله من قلت انا ما كدري صغير عرفتي كل شيء ما كتشبعش وفمي ما كيعياش بالنضيق ما كاين اسحق هو يقول لك هو الجوع ولكن راه عاود تعدك تعير به راك شماته من عند بابا حبيبي من الدار البيضاء ساحه ماريجان الله يمسخك يا وليدي الله يمسخك يا وليدي صراحه ما هضره ما حتى شي حاجه باش يطلع في انترفيو كاين في لوروب وداك الشيء يدوي على المغرب بحال هكاك صافي با كنبانو بحال حنايا باقيين متخلفين وباقيين زعما ما كنلبسوش زوين وما كناكلوش باش يقول لك المغاربه كياكلوا مره واحده في النهار ما خاصوش يقولها اصلا ما خاصوش ينسى انه كان عايش هنايا وكانوا كيتعاملوا مع الدراري وشحال من حاجه اون فوا مشى تما صافي نسى كل شيء وقال لك حنا كناكلوا مره واحده في النهار وباقي ساكنين شوف الديور كيفاش دايرين تبارك الله هنايا في المغرب وقال لك حنايا ما لاقينش فين نسكنوا وداك الشيء حشومه يبين التصويره ديال المغرب بحال هكاك قدام الاوروبيين يصحابهم حنايا غير متخلفين وحنايا راه في الحقيقه ماشي بحال هكاك غير بغي نقول لك راه نهار غترجع عرفوا لي المغرب راه حتى واحد ما غيهزك من غير بلادك راه هذوك لوروب ما غاديش يعقلوا عليك او ما كيدارش هذا الشيء حشومه واش تبصح كتاكل وجبه في النهار انا كناكل وجبه في النهار انا راه كناكل 10 الوجبات في النهار راه دغيا كيجيني الجوع سيرتو في رمضان ما كاينه طحنو المهم هادشي اللي كاين وكنقول لك اسامه هاد الهضره ما كتقالش وما تنساش منين جيتي وما تنساش الاصل ديالك وما تبقاش تخيب صوره المغرب بحال هكا قدام البلدان الاوروبيه تاب اش غادي نقول لك حنا في المغرب تن اول حاجه خاص انسان ديما يهز بالصوره ديال بلاده الا كان في الجاليه مقيمه بالخارج في اي دوله سواء خصو يهز الراي ديال المغرب وباش غيهزها ماشي غادي يهزها هكا وغادي لا غيهزها بان راه عندنا ثقافتنا وعندنا حوايج زوينين وعندنا يعني عندنا مجتمع زوين حتى حنا ماشي المغرب هو كلشي فيه خيب بالنسبه للوجبات الحمد لله راه كاينين وجبات اطباق اللي كاينه في المغرب ما كاينش في شي دوله راه انا ثلاثة بحالي بحال الناس يعني من كنركز على الفطور والغداء مي العشاء كتبقى شي حاجه خفيفه هذا هو اللي كاين راه ما كتقالش ما هضره ما والو هذيك اللي قال حيت المغرب ماشي بحال ما هكاك واش كاين شي واحد كياكل وجبه في النهار الا كنتي في ديك الوقيته اللي فاش كنتي انت هنايا شومير وما عندكش ما تاكل راه كاين بنادم عطى الله راه سير غادي تخدم وغادي تلقى ما تاكل بنادم هنا المغرب راه عطى الله فيه ما يدير والله حنايا واش كاين شي واحد كنخسروا 50 درهم 60 درهم واش كاين شي واحد كياكل وجبه في صريح في بلاد اوروبيه وفي قناه عيب عليه ما يقولش بحال ما هكاك ما يخيب سمعه ديال السمعه السمعه ديال البلاد غير يخيبها هكاك على بلاد اخرى وطلع هو كراد على بلاد اخرى طلع كراد بلاد اخرى على حساب المغرب ما حرام عيب عليه يقول بحال ما هكاك على المغرب حيت المغرب ماشي بحال ما هكاك المغرب زوين وطلع فيه بزاف ديال الحوايج زوينين واش كاين شي واحد ما لاقاش ما ياكل بالعكس راه تخرج عاد من عاد جارتكم تدقي على قول لها عافاك عطيني خبزه راه غتعطيها لك ولا تقول له عطيني عشوه عطيني عاد انا ما غنعطيك 10 دراهم وعطى الله ما محشوم عليه شو هو السمعه ديال المغرب بحال ما هكا شحال من وجبه كتاكلي في النهار؟ انا ثلاثة أربعة في النهار على حسب الكان ما يمكنش ما ناكلش في النهار وما يمكنش ناكل غير وجبه في النهار كاش ربعه الوجبات ما حيت دايره الريجيم كناكل ثلاثه ولا اربعه الوجبات في النهار حيت دايره الريجيم وما كنكش داير الريجيم كروني واكل اكثر مازال اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة